لله اغنيه كالعاده، ماشي زعما اول مره غتنجح شي اغنيه، فصافي لونطون انا كنخدم على اللهجه المغربيه بواحد الطريقه اللي هي جديده وكتلقى نجاحات الحمد لله. اخر اغنيه في المشوار ديالي لحد الان هي حسدونا، كما شفتوا كتلقى نجاح كبير. مازال كاين الخدمه ومازال كاين الجديد، تسناو حاتم عمور ان شاء الله بزاف ديال الستيل وبزاف ديال صراحه. والله الا مازال ما بديتش الخدمه لان كان مازال في فتره الاستماع ديال الاغاني، مازال لو شوا ما دابا تتسالي الضجه الزوينه اللي واقع على المنتخب المغربي اللي كنتمناو ليه الخير وكنتمناو ليه ان شاء الله يغلب مصر ويغلب اي واحد جا قدامه، وان شاء الله نتنبأ انه وكنقول لهم مغاربه واللي بغى يكون يكون مغاربه حبي ليكم مجنون فيف لو ماروك. سوق واقف ان شاء الله بعد غدا الحقيقه. انايا جاتني الغيره، علاش؟ لانني غادي يكون الحفل مور الماتش مباشره ديال المغرب، يعني حد موفق للمنتخب المغربي وان شاء الله الا ربحتوا ان شاء الله غادي ربحوا، غادي يكون اول صعود ديال شي فنان مغربي في قطر هو انا، غادي نتصادف نفس الوقت مع نهايه الماتش. غنغني لهم بيان سور، غنغني لهم بعد غدا ان شاء الله نهار الاحد لو 29، كونوا في الموعد الناس اللي كيشوفونا من قطر، اجيو نتفرجوا في الماتش كاملين ونفرحوا بالماتش كاملين. غادي نكون غنوجد لكم شي حوايج زوينين ان شاء الله كما العاده. عيد الحب عندي حفل كبير في باريس، غادي نكون انا ويمكن الفنان اللبناني ايمن الزبيب. كنتمنى الجاليه المغربيه والعربيه تكون بهذا العيد هذا تكون تحتفل معنا، ومرحبا بكم. وتحيه لكاع الطاقم التقني ديال اليوم باتكات، ونقول لكم الله ينصر المغرب على كل العالم كامل. شكرا.